صينية مشكل مع عيش كيلو مع لبن هدية ب100 درهم لمدة 5 أيام من اليوم. مطعم ومخبز الكباب الخصوصي الجديد في عمان في منطقة الروضة قبل مركز شرطة الحميدية، وحياكم الله. عنده بابين، باب خاص للمطعم وعنده يلسات داخلية وكباين خاصة، وطبعا هم مشهورين بالمشاوي، عندهم تكة لحم وتكة دياي ودياي على الفحم، دياي كاملة بعد عندهم، مشهورين بكباب اللحم. وطبعا اول شيء نزلونا القاش وصالونه كرمه سبزي وصالونه باميه والسلطه الشيرازيه، يا سلام صراحه لا تفوتون هاي الصينيه، مشكل مشاوي كل شيء ومع لبن هديه ب100 درهم. هذا العرض لمده 5 أيام من اليوم ليوم الخميس، وحياك الله. وعندكم هني كباب لحم وكباب دياي، وهني مشكل مشاوي تطلب كيف ما انت تبى، وهني عندك دياي على الفحم مع حمص، يا سلام. وعندهم اللبن الايراني الغازي، يا سلام. وعندهم اللبن بالنعناع الايراني. عشاق الدياي زرشك بولو دياي، يا سلام. نقول بسم الله، هذا الدياي الفنان. واذا تبى تطبخ في البيت مجهزين لك كل شيء، تبى بالخشب ولا تبى بدون شيء. وطبعا هم مشهورين بالتكه بالليمون وتكه بالروب. من الخبز بتحصل عندهم خبز رقاق جبن وبيض ومهياوه وعسل وشيبس، كل شيء بتحصله عندهم موجود. هني باب المخبز، تبى دانجو، باجلة، نخي، خبز وقافي، كل شيء بتحصله هني عندهم. نخي وباجلة، وهني خبز رقاق مهياوة، يا سلام. وإذا تبى خبز وقافي بتحصله هني. نختمها بالشاي الإيراني، يا سلام.